السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم مولى أصدقائي، أهلا بكم أحمد صالح وبلقاء جديد في صناعة المحتوى عبر برنامج مايكروسوفت باوربوينت. اليوم وبطريقة جدا بسيطة ورائعة رح ناخذ إضافات مذهلة في برنامج باوربوينت، من خلالها رح نطلع كيفية صناعة انترو احترافي بسيط لاسمنا أو لاسم بروجيكت، لاسم مشروع، لاسم العرض التقديمي اللي أنت بتحب يكون مدخل لمشروعك أو مدخل لتدريبك، مدخل لدرسك التعليمي بطريقة جدا جميلة وبسيطة ومخرجاتها غايب الجمالية وغايب الروعة. أصدقائي تكرما، قبل ما نبدأ بلقائنا اضغط مفتاح اللايك وترك التعليقات وتعمل مشاركة لهذا الفيديو لتساهم معي بإيصال أكبر قدر ممكن من المهتمين، وأيضا إذا كنت ضيف جديد على قناتنا منتشرف فيك اضغط مفتاح الاشتراك وفعل مفتاح الجرس ليصلك مني كل جديد. وتكرما لا تنسوا من زيارتي على قناة حكاية شغف، وأيضا في قناتنا في عنا شيء اسمه خدمة الانتساب اللي تم تفعيلها مؤخرا على قناة عالمية، بتمكن خدمة الانتساب من الحصول على العديد من الخدمات يلي بتساعدك في تنمية مهاراتك التقنية والتواصل الدائم والحصول على استشارات وأيضا لطلب الملفات. فأنا أحببت أن تكون أحد المنتسبين في قناة عالمكم، فإليك خدمة الانتساب. رح تشوف الرابط موجود في صندوق الوصف، أو بتضغط على مفتاح الانتساب أو الجوين اللي هو بيكون بجانب مفتاح الاشتراك بالصفحة الرئيسية للقناة. ويلا مع بعض لحتى نبدأ يا أصدقاء بلقائنا لهذا اليوم. أهلا بكم أصدقائي مرة تانية في برنامج باوربوينت. بعد ما قمنا بفتح البرنامج وأخذنا شريحة فارغة، رح ننقر باليمين ونتوجه إلى تخطيط وبنختار شريحة فارغة، رح نرجع ننقر باليمين وبتوجه إلى تنسيق الخلفية وبناخد تعبئة بصورة أو بشكل نسيجي، رح ننقر على إدراج لمصدر الصورة وبننقر على ملف، ومن خلال المكان الموجود فيه الصورة مقوم بتحديدها، ومن ثم إدراج حتى يقوم البرنامج بإدراج الصورة بخلفية السلايد أو الشريحة. نتوجه إلى الخصائص الخاصة بالصورة، ومن تحسين الصورة رح نتوجه إلى السطوع، ومن قلل السطوع لحتى النص رح نكتبه يكون هو البارز معنا والساطع أكثر من الصورة، رح نتوجه إلى إدراج، ومن مربع نص رح نختار أداة مربع نص ونرسم حيز لحتى نكتب الاسم أو نكتب عنوان التدريب أو نكتب المؤسسة الراعية، أي الاسم افتتاحي بتحب يكون تعمل فيه الانترو افتتاحي لمشروعك. فأنا رح أخذ اسم أحمد صالح، تمام، أحمد صالح، تمام، رح نشتغل عليه بنفس المبدأ تماما، نختار توسيط، نختار اللون الأبيض، بنعمل بولد ومنكبر حجم الخط شوي. طبعا أنت بإمكانك تغير أي نوع خط، الأمر هو عندك، يعني بتحب تشتغل على النمط الافتراضي حسب نوع الخط وحسب اللغة راح تشتغل عليها أيضا بنفس الفكرة تماما، سواء عربية أقصد أو إنجليزية. خلني أختار هذا النوع، ومن تنسيق ومن محاذاة راح ناخد إلى الوسط، طبعا بضغط مفتاح الشيفت وبنقر بسحب للأسفل لحتى يكون معي الاسم مثلا في منتصف أو في وسط عفوا الشريحة. خلنا نكبر شوي كمان، تمام، يكون معنا الاسم بهذا الشكل بالضبط. راح اختار كنترول زائد دي يعني دوبليكيت او تكرار منه مره ثانيه، وبنكتب السلوغان الخاص بالاسم، يعني سواء كنت مدرب او كنت معلم او كنت مدير مشروع رئيس قسم معين، اللي يعني السلوغان او الوصف الخاص بهذا الاسم. الان راح ناخذ النص او السلوغان الثاني، عباره عن اي تي ترينر اي مدرب تكنولوجيا معلومات، تمام. راح نبدا الان باعطاء تباعد للاحرف لحتى تكون يعني متحاكيه او متماشيه مع الاسم بالاعلى. فلو اخذنا على سبيل المثال نعمل سبيس بين المحارف، الامر راح يغلبني شوي، تمام، فما فيني احكم التباعد على مظبوط. خلني اختار كنترول زائد زد ونفوت على الطريقه مباشره، راح نتعلمها اليوم الطريقه الجديده. مربع النص راح انقر على حوافه باليمين وبتوجه الى تنسيق الشكل، ومن ثم بختار خيارات النص. شو بنختار هون؟ خيارات النص. بتوجه الى التاثيرات او الخصائص عفوا، ونجي الى موضوع الاعمده. شو بنختار؟ اعمده، يعني نحن راح نقسم هذا النص الى اعمده فقط لا غير، هيدي هي الملاحظة. الآن رح نعد المحارف اللي عندي، يا عندي هون 2 4 6 8 9، بختار بمقدار 9 وبلغي التفعيل عن خيار أعمدة من اليمين لليسار وأنقر على مفتاح الموافق. هلأ أنا بضع المشيرة بين كل حرفين وأضغط مفتاح انتر فقط لا غير، مفتاح انتر بين كل حرفين، نضغط على مفتاح انتر فقط لا غير، رح يتم إدراج الأعمدة، تمام، على الشكل التالي يا أصدقائي، تمام، بهذا الشكل.
طيب تمام، هذا راح اكتبه بحرف كبير اللي ما ضل بعد منه عندي عمود. الان لاحظ لو ضغطنا على كنترول زائد شيفت من الكيبورد وقمت بتوسيع العمود او المربع النص كامل، راح نشوف انه النص كامل كله اتوسع معي، يعني النص كامل كاملا اتوسع معي. نفس الطريقة لو ضيقت راح تشوف انه يعني عمل التباعد او كان في توائم في التباعد، بما ان تم تقسيم النصوص الى اعمدة، فهذه الطريقة جدا بتساعدني في تحكيم موضع النص. خلنا نصغر حجم الاحرف شوي تمام، وليكن معي بهذا الشكل. لاحظ الان احنا لو عرضناهم راح تشوف الموضوع راح يساعدك بشكل جدا جميل وجذاب في تحكيم العرض الخاص لمربع النص، ونفس المبدأ توزيع المسافات بين الاحرف يا اصدقائي. خلني على سبيل المثال يكون عندي يا النص بهذا الشكل، وهو الان عندي يا بالتوسيط تماما. طيب بهذا الشكل بالضبط راح نتوجه الى ادراج، ومن اشكال راح نختار خط مستقيم. اضغط مفتاح الشيفت من الكيبورد وابدا برسم قطعه مستقيمه افقيه على قدر النص العلوي. بختار لون يكون عندي باللون الابيض، وبنعمل سماكه ايضا بحيث النص او بحيث تكون القطعه المستقيمه ظاهره وواضحه. الان احنا انتهينا من تصميم الشريحه الاولى، سواء كان الخلفيه مع التظليل الخاص فيها، وسواء كانت النصوص اللي نحن هنشتغل عليها. نحن الان كتجهيز الامور صارت جاهزة ولا أجمل من هيك. كيف ممكن نعطي انيميشن أو الإحياء أو الحركة؟ طيب خلني أتفق معك أول شيء أنه لازم نحول النص إلى صورة يتعامل معه البرنامج كصورة وليس كتكست. فلهيك أنا بأخذ كنترول زائد سي، يعني رح نعمل كوبي للنص، وبتوجه إلى الشريط الرئيسي، ومن خيارات اللصق بقول له ألصق لي إياه كصورة. ألصق هذا النص كصورة. هذا النص شو صار؟ أصبح عندي صورة. رح نعمل تطابق فوق بعضه البعض تماما بهذا الشكل يا أصدقاء. نفس المبدأ رح نختار، هل نفعل جزء التحديد؟ نفس المبدأ رح نختار النص الثاني، هذا هو مربع النص الثاني، هذا هو النص الثاني. بختار كنترول زائد سي، وبنعمل لصق أيضا كصورة. شو بنعمل؟ لصق كصورة، وبنطبق النصوص فوق بعضها البعض تماما. الآن رح نقوم بإخفاء أو إزالة أو حذف النصوص الافتراضية ومربعات النصوص الأولى، ونبقي فقط على الصوريات، فقط على الصوريات تمام. فاللي شايفينه الآن نحن من النصوص هو عبارة عن صورة، عبارة عن صورة. طيب رح نحدد نحن الآن النص الأول أو النص العلوي، بتوجه إلى تنسيق ومنفعل اختصاص. رح نقص المساحات الزائدة، يعني هنا بجي لهون بنكر مع السحب لحتى يكون موازي على الخط المستقيم فقط لا غير، يعني فقط لا غير يبدأ عندي الآن الظهور من هذا المكان. نفس المبدأ رح اختار الصورة الثانية، ومنفعل اختصاص، وبنعمل تنزيل شوي يعني للحواف بحيث يكون البداية أيضا من عند خط المستقيم تماما. طيب كلام جميل لحد الآن. رح ننقر باليمين على الشريحة ونختار تكرار للشريحة، تكرار للشريحة. رح نرجع إلى الشريحة الأولى، وبنرجع مرة تانية منفعل على النص الأول، بجي إلى تنسيق وإلى اختصاص. رح أنقر على الصورة اللي هو طبعا النص اللي تم تنسيقه كصورة، وبنقر عليه مع مفتاح الشيفت طبعا، وبحركه للأسفل، بقوم بعملية إخفائه. شو بنعمل؟ عملية الإخفاء. نجي بنحدد الآن النص الثاني بنفس الطريقة، بنكر على اختصاص، أضغط مفتاح الشيفت وبنكر مع السحب لحتى أيضا نعمل عملية إخفاء، فبيكون بالشريحة الأولى فقط ظاهر عندي القطعة المستقيمة. الآن راح أنكر مع السحب بهالشكل لحتى أحدد القطعة المستقيمة، وبتوجه إلى حركات، وبنختار انقسام، أو بنختار مسح، بنختار تحريك للداخل، أي تأثير. والآن أنت بيعجبك بهدول التأثيرات ثلاثة أو أربعة أني أفضل وأجمل التأثيرات رح نشتغل عليهم. أنا رح أختار اليوم تحريك للداخل، وبختار يكون عندي من اليسار، كون النص رح يكون عندي باللغة الإنجليزية. رح نفعل جزء الحركة، وعندي هون خيارات الحركة بحسن بشتغل عليها. قبل ما أبدأ فيها أنا محتاج يكون عندي بداية التأثير يكون عندي مع السابق، والمدة يكون عندي بواحد ثانية. رح نعمل دبل كليك الآن، ونتوجه إلى خيارات التأثير، وبجي إلى وسب إلى النهاية، ويعني منضيف بمدة معينة أو بزمن معين حسب الارتداد اللي أنا محتاجه أثناء النهاية، فبنقر على موافق. رح يكون معنا الحركة بهذا الشكل. خلنا نشغل مرة تانية ونشوف دخول القطعة المستقيمة والارتداد يلي صار معنا. إذا بتحب أنك تزيد الارتداد حتى يكون معك ظاهر شوي، فلا بأس أنك تزيده بعض الشيء أيضا لحتى نحصل الآن على هيدي الجمالية. الآن رح ننتقل إلى تبويب الانتقالات أو إلى قائمة الانتقالات، وبلغي تفعيل عند النقر بالماوس، وبجعله بعد صفر مباشرة. يعني أنا محتاج أثناء تشغيل الشريحة يعرض لي القطعة المستقيمة، ومن ثم ينتقل إلى الشريحة رقم 2 مباشرة. يعني لو شغلنا الآن رح يعرض
وينتقل إلى شريحة رقم 2 تلقائيا. الآن رح نتوجه إلى شريحة رقم 2 يا أصدقائي، رح نختار لها تحول تدريجي أو تحويل تدريجي أو تحويل مورف، تمام، وبنجعل المدة بقدر الواحد ثانية أيضا، وبنختار تلقائيا بعد كمان الصفر مثل ما ضبطناها الآن بالضبط. رح أنقر باليمين على الشريحة رقم 1 ونعمل لها تكرار للشريحة وبسحبها للأخير تماما. رح أجي إلى الخط المستقيم، قطع المستقيم، أحذف التأثير الأول اللي احنا كنا شغلينه، وبناخد تأثير تاني هو تأثير إنهاء، تأثير الإنهاء، فمنحدد عليه ومتوجه إلى الحركات وإضافة حركة وبنختار انقسام. شو بنختار؟ انقسام الوضع الافتراضي هو عمودي إلى الداخل، فبنختاره يكون عندي مع السابق، والمدة يكون عندي أيضا بمقدار واحد. وأما انتقالات فمنلاحظ أيضا كمان بنختار التحول التدريجي وبنختار يكون أيضا بمدة زمنية واحد، ومفعل عندي إياها بعد. الآن احنا لو شغلنا مباشرة رح نشوف الجمالية، ظهور النص وأخفاء النص وأخفاء الخط الفاصل بيناتهم، وهذا بيكون بشكل انترو احترافي وجميل وبأدوات جدا بسيطة بالاعتماد على الملاحظتين الرئيسيات. الأولى هي تحويل النص إلى صورة، والثانية استخدام ميزة التحول التدريجي أو بما يعرف بتحويل مورف. أتمنى إن شاء الله أكون بهذا اللقاء قدمت لحضراتكم الشيء الجميل والنافع واللائق فيكم يا أصدقائي كالمعتاد. فتكرما لا تبخلوا علي من التفاعل والدعم، وأيضا إذا حبيتوا أنكم تحصلوا على مزايا إضافية وفيديوهات مخصصة ومتابعة دورية واستشارة تقنية وملفات الأعمال، فإليكم خدمة الانتساب. أترككم برعاية الله وألقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.